اهلا وسهلا بيكم اعزائي طلبه وطالبات التعليم الفن الصناعي قسم الزخرفه والاعلان والتنسيق. برحب بيكم النهارده في حلقه جديده مع ماده تاريخ الزخرفه للصف الخامس، برنامج فني اول. طبعا ابتدينا بالمقرر بتاعنا في ماده تاريخ الزخرفه، لينا حلقتين فاتوا نتكلم في المقرر بتاعنا. ابتدينا نتكلم على الفن الحديث وعرفنا الفن يعني ايه فن، واتكلمنا على وظائف الفن الحديث والغرض من الفن الحديث، اتكلمنا على الهدف ازاي ان الفن الحديث بيعبر عن المجتمع، وازاي ان الفن الحديث بيثري القيم الجمالية في المجتمع بشكل سريع، ونتكلم عنه بشكل تفصيلي في الجزء المقرر ليه. اتكلمنا على الأسس العامة للفن الحديث، وبداية الفن الحديث كانت امتى، والتصنيف التاريخي للفن الحديث في الفترة السابقة. ولازم نبقى عارفين كويس قوي التصنيف دوت، ان احنا عندنا فترتين بيتكلموا على الفن الحديث. الفترة الأولى بنتكلم على الفن الحديث بدأ امتى؟ بدأ سنة 1863 حتى ستينيات القرن العشرين، واتفقنا لغاية 1960 وحتى نهاية القرن العشرين. جينا اتكلمنا على فن ما بعد الحداثة. فن ما بعد الحداثة بدأنا من نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد وعشرين بدأ يظهر لي فن ما بعد الحداثة. طبعا الجزء ده اتكلمنا عليه الفترة الحلقة اللي فاتت، اللي هو ما بعد ستينيات القرن العشرين وحتى نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، كانت فترة الفن المعاصر أو فن ما بعد الحداثة. هنتكلم النهاردة على الخصائص العامة للفن الحديث. طبعا الفن الحديث ليه خصائص اتكلمنا عليها برضو في وسط الكلام عن الفن وتعريف الفن والحاجات الأساسية أو المعلومات الأساسية والأسس العامة للفن الحديث. من خلال إيه؟ من خلال ان الفنان الحديث شخص مبتكر، ما بيقلدش الطبيعة وما بينقلهاش زي ما هي، نقل جامد، نقل طبيعي بيتميز بالمهارة والمحاكاة. فان الفنان الحديث هو فنان مبتكر، فنان مبدع، فنان زي ما كنا بنقول يمثل الاشياء تمثيل رمزية. دي كانت الاسس او كان بعض من الاسس اللي اتكلمنا عليها للفن الحديث. لما نيجي نتكلم على الخصائص العامه للفن الحديث، هم 7 خصائص، عشان نحفظهم وعشان يثبتوا في ذهننا هنقسمهم الى مجموعات. اول حاجه هنتكلم على كلمه خروج، بعد كده هنتكلم على كلمه اهتمام، هنتكلم على نقطتين تجارب ونقطتين البعد ونقطة واحدة إقبال. فهنقسمهم كده ونبتدي ان احنا نعرفهم بالتفصيل عشان ما نسقطش مننا اي نقطة لو جاني السؤال ده في الامتحان. اول حاجة لما نيجي نتكلم على الخروج، هنقول خروج الفنان عن التفاصيل والتقاليد الفنية القديمة المتبعة. احنا قلنا ان الفنان شخص مبتكر لا مقلد للطبيعة، بيبعد عن حضارة اجدادهم الاغريق والرومان، بيبعد عن تناول الموضوعات الدينية، كل ده. فهو خرج عن التفاصيل والتقاليد الفنية القديمة اللي كانت متبعة. يبقى لما اقول خروج، خروج الفنان عن التفاصيل والتقاليد الفنية القديمة اللي كانت متبعة. طيب نيجي نتكلم بعد كده على الاهتمام او على التجارب. نذكر دلوقتي، يبقى انا عندي خروج الخروج عن التفاصيل والتقاليد الفنية القديمة، تجارب الفنان. لو احنا هنذكر الجزء الخاص بالتجارب، في 2 تجربة. تجارب الفنان الذاتية والخاصة هي المسيطرة على العمل الابداعي. زي ما قلنا ان التجارب اللي مرت على الفنان والحاجات الخاصة بيه اللي هي اثرت عليه وعلى ثقافته هي اللي اثرت على الجانب الابداعي للفنان. يبقى اذا تجارب الفنان الذاتية والخاصة هي المسيطرة على العمل الابداعي. رقم 3 الاهتمام بالتعرف. يعني انا هذكرهم كلهم ونبتدي نرتبهم ورق وقلم ونبتدي نرتب
المعلومات طبقا للترتيب اللي انا لسه قايلاه، واحده خروج واحده اهتمام واتنين تجارب واتنين بعد واخر واحده اقبال. نيجي بعد كده الاهتمام، يبقى الاهتمام بالتعرف على اسرار النور واللون وتاثيرات الخط والحركه. بعد كده 4 البعد عن المحاكاة للواقع مع العناية بالإبداع والابتكار. 5 البعد عن تناول الموضوعات الدينية مثلما كان سائدا في المدارس التي سبقت مدارس الفن الحديث في عصر النهضة. بعد كده تجارب الفنان، احنا قلنا تجارب الفنان يبقى تجارب الفنان الذاتية، قلنا هي المسيطرة على العمل الإبداعي. 6 بالنسبة للتجارب، تجارب الفنان أصبحت موضوع اهتمام أكثر من المضمون والموضوع، التجارب بتاعته كانت هي اللي طاغية على الموضوع والمضمون. بمعنى إن لو مثلا فنان بيتناول موضوع عن الأمومة، تجاربه وإحساسه تجاه موضوع الأمومة هي اللي هتكون مسيطرة أكتر من موضوع الأمومة. بمعنى إن هو لو حاسس أو شايف إن الأمومة دي احتواء واهتمام وعناية، هيبتدي يعبر بشكل إيجابي، يقدر يعبر بشكل جيد عن الموضوع اللي هو بيتكلم عليه اللي هو موضوع الأمومة. طب لو هو شايف إن الأمومة دي فيها قسوة وتجاربه كانت فيها قسوة وفيها تجارب مؤلمة، هيبتدي يعبر عن الأمومة إن هي فيها ألم، إن هي فيها قسوة، إن هي فيها عدم احتواء. فتجاربه هي اللي هتكون محل وموضوع اهتمام أكتر من الموضوع اللي هو بيتناوله. كما أن جمال الواقع المعيشي صار هو الدافع والمهيمن على العمل الفني. 7 نزوع الفنان إلى استخدام مواد غريبة، أو إقبال الفنان على استخدام مواد غريبة ومختلفة في تنفيذ أعماله دون الاعتماد على الألوان مثل استخدام الورق والحديد ومختلف المواد. لما نيجي نتكلم عليهم تاني، تعالوا كده نبتدي نبسطهم زي ما اتفقنا: خروج، اهتمام، 2 تجارب، 2 بعد، وآخر واحدة إقبال أو نزوع. خروج إيه؟ يبقى لما نيجي نقول خروج، نقول خروج الفنان عن التفاصيل والتقاليد الفنية القديمة. اهتمام، اهتمام الفنان بأسرار الظل والنور والضوء وتأثيرات الحركة والخط، التأثيرات المختلفة للخط والحركة. يبقى اهتمام الفنان بكل الحاجات دي اللي احنا اتكلمنا عليها في تحديد سمات مدارس الفن التأثيري من خلال تأثيرات الضوء والظل والحركة والتأثيرات المختلفة على السطح، اللوحة اللي بنعملها من ضربات الفرشة العشوائية أو تأثيرات الضوء المختلفة الساقط على الأشياء. يبقى هنا اهتمام، اهتمام الفنان بأسرار الضوء والظل والنور وتأثيرات الخط والحركة. لما نيجي نقول تجارب، تجارب الفنان الذاتية والخاصة هي المسيطرة على العمل الإبداعي. تجارب تاني، يبقى تجارب الفنان أصبحت موضوع ومحل اهتمام أكثر من المضمون والموضوع، تجاربه هي أكثر من الموضوع والمضمون في اهتمام الفنان أو في تأثير الفنان على العمل الفني أو على العمل الإبداعي. لما نيجي نتكلم على الجزء الخاص بالبعد، يبقى البعد عن تناول الموضوعات الدينية القديمة، وكمان القصص الأسطورية والقصص الخيالية والحاجات، الفكر السائد الخاص بالفنانين في الوقت السابق أو الفترات السابقة. لما نيجي نتكلم تاني على البعد، هيبقى البعد عن تناول أو نقل الطبيعة مع العناية بالإبداع والابتكار، إن الفنان يكون مبدع، يكون مبتكر، يكون مؤثر بشكل كبير في إظهار الأعمال الفنية وفي تناول الموضوعات الدينية. آخر حاجة لما نيجي نقول إقبال أو نزوع، إقبال الفنان على استخدام مواد غريبة، يعني ما يجيش مثلا هو مقبل على الألوان وعلى الورق وإن هو يبتدي يشتغل بالرسم بس، ولكن ممكن يستخدم مواد تانية غريبة في تشكيل العمل الفني عن طريق الفنون المختلفة أو التطبيقات والتقنيات المختلفة اللي بيعمل بيها عمل فني. مثلا يستخدم الحديد، يستخدم الجلد، يستخدم الخشب، يستخدم الورق، يستخدم خامات مختلفة يعمل بها تشكيلات مختلفة.
زي مثلا كمثال زي فن الكولاج مثلا اللي بدأ ان هم يعملوه في المدرسة التكعيبية والمدرسة الدادية، وبعض الفنون ان هم يستخدموا خامات غريبة او خامات مش مألوفة للفنانين في صياغة اعمال فنية جديدة يكون فيها ابتكار ويكون فيها ابداع. تعالوا نتكلم على الجزء الخاص ب طبعا عندنا ملحوظة بالنسبة للفن الحديث. الملحوظة دي بتجيلي كتير في أسئلة الصح والغلط، بيقول لي الفن الحديث جاء نتيجة احترام المناقشات والمناقشات والاختلافات الفكرية مما جعل الغلبة فيها للذات، وبذلك تحرر الفنان من القيود الواقعية. الجزء دوت أو المعلومة أو الملحوظة دي بتجيني كتير في أسئلة الصح والغلط، إن الفن الحديث جاء نتيجة احترام الاختلافات واحترام المناقشات والقيود الفكرية أو التأثيرات الفكرية بالنسبة لكل فنان عن غيره. طبعا النقطة دي تجيني كده بنفس نصها كده صح أو غلط، أو يبتدي إن هو يغير لي فيها بعض الكلمات علشان يلخبطني مثلا، يبتدي إن أنا لازم أكون قاري السؤال بتاعي كويس قوي، عارف الإجابة وأجاوبها بشكلها الصحيح سواء بالصح او بالخطا، وابتدي ان انا اعمل تصحيح للخطا للاجابه بتاعتي اذا كان طالب تصحيح للخطا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده. طبعا الجزء اللي فات اللي احنا اتكلمنا عليه ده كله الخصائص العامه للفن الحديث، مدارس الفن، الاسس العامه لمدارس الفن الحديث، تصنيف التاريخي للفن الحديث والمعاصر، وتعريف الفن ووظيفه الفن والغرض من الفن، والأجزاء الخاصة بكل حاجة اتكلمنا عليها في بداية الفن الحديث. كل ده كان الفصل الأول من الباب الأول. هنتكلم دلوقتي على الجزء الخاص بالفن التشكيلي اللي هو الفصل الثاني الباب الثاني. الفن التشكيلي طبعا لو احنا جينا اتكلمنا على الفنون، احنا اتكلمنا ان احنا عندنا 7 أنواع من الفنون، منهم 4 أنواع يهموني اللي هم ال4 أنواع الخاصة بالفنون التشكيلية اللي هي بيقال عليها ممكن تندرج تحت الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. 7 أنواع الفنون، الـ4 اللي يخصوني منهم اللي هو النحت والعمارة والتصوير والرسم والزخرفة. باقي الفنون طبعا احنا نبقى عارفين أسمائهم ونبقى عارفين طبعا أنواعهم، ولكن اللي يهمني هي الفنون التشكيلية. فلما اجي اتكلم على الفنون التشكيلية الـ4 هبتدي ان انا اذكر، لو جينا اتكلمنا يعني ايه فن تشكيلي لازم ابقى عارف يعني ايه فن تشكيلي. هو كل ما يؤخذ من الواقع الطبيعي وتغيير صياغته او اعادة تشكيله بطريقة جديدة علشان حاكي مثلا موضوع معين، احكي فكرة معينة، عايز اطلع حبكة فنية لموضوع معين، فانا هبتدي ان انا اخد من الواقع وابتدي ان انا اعيد صياغته او اشكله. عشان كده بيتقال عليه تشكيل، ان بيبتدي ياخد من الطبيعة ويغير فيها، ياخد من الطبيعة زي ما اتفقنا لونها، شكلها، ملمسها، خطوطها، تكوينها، ايا كان اللي بياخده من الطبيعة فهو بيعيد صياغته وتشكيله مرة أخرى عشان يعمل فن تشكيلي. طب نيجي للفنان التشكيلي، هو الذي يحترف الفن التشكيلي ويبدع فيه، يعني بيعرف يتناول وياخد من الطبيعة كويس قوي ويغير فيها ويبتدي ان هو يختزلها، يبسطها، يطلع منها أشياء فنية وجمالية جديدة فيها إبداع وفيها ابتكار. الفنان الحديث بيبعد عن نقل الطبيعة، بيبعد عن محاكاة الطبيعة قدر الإمكان، ولكن يبتدي إن هو يبدع فيها، يبتدي يبتكر فيها، يبتدي يغير من شكلها، يمثلها تمثيل رمزي أيا كان اللي بيعمله، ولكن لا ينقل نقل فوتوغرافي ولا يحاكي الطبيعة محاكاة جامدة تتميز بالنقل طبعا والمحاكاة بعيدا عن التمثيل الفني وإن هو يغير فيها أو إن هو يختزلها أو إن هو يعبر عنها بأسلوبه وبرؤيته للأمر. تعالوا كده نشوف الجزء الخاص بالفن التشكيلي والفنان التشكيلي، وازاي الفن التشكيلي بيثري القيم والمفاهيم الجمالية لدى المجتمع، ووظائف الفن الحديث على المجتمع او في المجتمع.
يلا الفصل التاني من الباب الأول بيكلمني على الفن التشكيلي. طبعا دي مقدمة، هيقول لي تعددت الفنون ومن أجملها الفنون التشكيلية. لما يجي يقول لي تعددت الفنون مقصود بيها الفنون السبعة اللي احنا اتكلمنا عليها، ومن أجملها الفنون التشكيلية اللي هم أربع فنون برضو اللي اتكلمنا عليهم وذكرناهم، سواء نحت أو عمارة أو تصوير والرسم والزخرفة زي ما اتفقنا مع بعض، والتي تعبر عن الفنون الجميلة، وهي كل شيء يؤخذ من أرض الواقع أو الطبيعة وصياغته بشكل جديد مستوحيا من فكرة جديدة، والتي تعتبر من التشكيل والتكسير لشيء معين. يبقى انا بغير من شكل الطبيعة، باخد منها وابتدي ان انا اغير واصيغ بشكل جديد يعبر عن فكرة معينة لدى الانسان او لدى الفنان. هو ده الفن التشكيلي. طيب تعالوا كده نشوف تعريفه. يبقى لما نيجي نقول التعريف او نكتب التعريف، هو كل ما يؤخذ من الواقع الطبيعي ويتم صياغته بطريقة جديدة، اي بطريقة مبتكرة، بطريقة ابداعية، اي يتم تشكيله بشكل جديد ومختلف عما هو عليه في الطبيعة، فلذلك يطلق عليه اسم التشكيل حسب رؤية الفنان الذي يقوم بأخذ أفكاره والمفردات التي يود تشكيلها من جديد من المحيط الذي يعيش فيه ووفق نهجه. ده بالنسبة للفن التشكيلي. طب نيجي نشوف الفنان التشكيلي هو الذي يحترف هذا الفن. لما نيجي لو جه قال لي عرف الفنان التشكيلي، من هو الفنان التشكيلي؟ ما اقولش هو الذي يحترف هذا الفن ويبدع فيه. احنا لما نيجي نكتب، احنا عشان بس جايبين الجزئين ورا بعض زي ما هما في الكتاب، هنقول ايه؟ هو الذي يحترف الفن التشكيلي، ما نقولش هذا الفن، هذا الفن، الفن التشكيلي، ويبدع فيه ويقوم بأخذ التفاصيل المستوحاة من الطبيعة والواقع الذي يعيشه والمحيط الذي يمر به، وينقلها بصورة وبطريقة رؤيته للأمر والمنهجية التي يتبعها. طبعا لأن كل فنان زي ما قلنا لثقافته، لمنهجيته، لأسلوبه، لطريقته في صياغة الأعمال الفنية، ل طريقة محاكاة أعماله الفنية، وطريقة التعبير عن أفكاره والتعبير عن رؤيته للأمر من خلال الثقافة اللي تأثر بيها في السابق، من خلال حياته، من خلال المعلومات اللي بيكتسبها في حياته أو في مشواره الفني. يبقى هنا قلنا والمنهجية التي يتبعها ويصيغها بفكرة جميلة تجعله مميزا عن غيره. ده بالنسبة للفنان التشكيلي. يبقى هو الذي يحترف الفن التشكيلي ويبدع فيه ويعبر عن العمل الفني من خلال رؤيته ومنهجيته للأمر وأسلوبه الفني اللي اكتسبه من خلال الثقافة اللي مرت عليه. نيجي بعد كده الفن المعاصر ودوره في إثراء المفاهيم الجمالية لدى المجتمع. السؤال ده لو جاني أو الجزء ده لو جاني هيقول لي وضح. الفن المعاصر له دور كبير في إثراء المفاهيم الجمالية لدى المجتمع. هنتكلم على إيه؟ أول حاجة الفن المعاصر ليه دور كبير أو له دور كبير في تنمية المفاهيم الجمالية لدى الإنسان وتهذيب سلوكه، وهنعرف ازاي ان هو بيعمل على تهذيب سلوك الانسان للوصول به الى الشخصية السوية المتفردة في الابداع والتخيل والقادرة على التنسيق والجودة في التنظيم وفي قوة الملاحظة، وكل هذا مستمد من الفن وتذوقه. هنقول كمان ان ما يميز الفن في الوقت المعاصر عن غيره من الفنون السابقة هو اعتماده على الابتكار التي من خلالها يحاول الفنان اكتشاف قيم جديدة غير التي كانت موجودة في العصور السابقة. من خلال ايه؟ من خلال التقنيات الجديدة اللي بيعبر عنها، ومن خلال اختزاله، ومن خلال اعادة صياغته للموضوعات الفنية المختلفة. طبعا هيكلمني عن مميزات الابتكار، ان له تأثير مباشر على عقلية المتفرج والمتذوق للفن، لذلك اصبح للفنان يعتمد على ذاته دون ان يستمد قوته من طبيعة الموضوع او ذوقه او ذوق فن معين في المجتمع دون غيره. هنتكلم كمان، ودي اهم نقطة، ان الفن الحديث لا يحاكي الطبيعة محاكاة جامدة، ولكن ينقلها بصيغة جمالية مبتكرة جديدة. ابتدي اتكلم على كل الخصائص بتاعة الفن الحديث والاسس كمان
وذلك تبين لنا ان الفن التشكيلي المعاصر، جيني النقطه دي كتير قوي صح وغلط، الفن التشكيلي المعاصر ليس حركه اجتماعيه وثقافيه بعيده عن المجتمع وحاجاته، وانما هي نتاج سوي للمجتمع والحراك الذي يميزه. فكل ما على الفنان فعله هو ان يكثف صلته بالجمهور اكثر واكثر، مستمدا مميزات الفن المعاصر في توصيل المفاهيم الجمالية بأكثر من شكل، وعلى الجمهور أيضا الاستفادة من الفن التشكيلي في المساعدة على الفهم الأعمق للفن والقيم السامية. طبعا الجزء الخاص بالفن المعاصر لازم نقسمه أجزاء. الأجزاء اللي احنا هنقسمها للفن المعاصر لازم نتكلم على إن إزاي الفن أو الفن الحديث قادر على تنظيم فكر الفنان من خلال الوصول به للشخصية السوية المتفردة القادرة على التنسيق والتنظيم والابتكار والجودة، ان ازاي الفنان بيوصل لقيمة عالية جدا في اظهار مفاهيمه الجمالية وفي اظهار الاساليب الفنية اللي هو بيتبعها، وانه ازاي بيبقى شخصية سوية قادرة على اظهار الايجابية واظهار ونشر القيم سامية على المجتمع من خلال الفنون التشكيلية اللي هو بيتعلمها. كمان نقدر نتكلم على الابتكار، وان ازاي الابتكار ليه تأثير كبير على عقلية المتفرج والمتذوق الفني، وكمان لازم نعرف ان ازاي الفن بيعبر عن القيم الجميلة من خلال عدم نقل الطبيعة بل اختزال وابتكار وعناية الفنان للطبيعة من خلال أعمال فنية بتعبر عن أفكار بها نقاد جديدة، بها أساليب جديدة وتقنيات جديدة في إظهار العمل الفني بتاعه. هنتكلم كمان إن العمل الفني ليس بعيد عن المجتمع وحاجاته، وإنما هو مكمل للمجتمع، بحيث زي ما اتفقنا إن ممكن الإنسان، إحنا اتفقنا إن الإنسان أو الفنان بيعبر عن العمل الفني من خلال المشاعر والأحاسيس والعواطف وعما هو مخزون داخل الفنان. لو الفنان دوت أو الإنسان، أي إنسان في الدنيا، عبر عن العمل اللي جواه أو عبر عن المشاعر والأحاسيس اللي جواه من خلال عمل فني كويس، بيطلع فيه ابتكار، بيطلع فيه تقنيات وأساليب جديدة، بيطلع فيه فكر جديد، بيطلع فيه تجارب جديدة، فهنا هنرتقي بالمجتمع. طب ممكن الإنسان يكون عنده مشاعر ويكون عنده أحاسيس ويكون عنده عواطف معينة تجاه شيء معين، يستغلها بجانب سلبي مثلا في جانب بعيد عن الفن، فبالتالي لما هو بيعمل كده هو بينزل بيه المجتمع وبينزل برقي المجتمع لأسفل، وإنما الفنون ترتقي بيه المجتمع وتعلو من قيمته من خلال الأعمال السوية اللي فيها إبداع وفيها ابتكار وفيها أساليب وتقنيات جديدة. كل ده بيأثر على المجتمع وبيسري القيم والمفاهيم الجمالية على المجتمع. فلازم طبعا يكون فيه اهتمام بكافة أنواع الفنون، وبالأخص الفنون طبعا التشكيلية، لأن ليها دور كبير على عقلية المتفرج وإحساسه وأسلوبه وذوقه الفني. نتكلم كمان على الجزء الخاص بوظائف الفن المعاصر. الفن المعاصر ليه وظائف، الوظائف دي عندي وظيفة روحية وعندي وظيفة اجتماعية وفي وظيفة ثقافية ووظيفة دعائية. تعالوا كده نقولهم بشكل سريع، ايه هي الوظيفة الروحية وايه هي الوظيفة الاجتماعية وايه هي الوظيفة الثقافية وايه هي الوظيفة الدعائية. اول حاجة الوظيفة الروحية. الوظيفة الروحية المقصود بيها الترويح أو التلطيف عن مكنونات النفس البشرية، والخروج بيها من قسوة الحياة ومعاناة مادية الحياة والمكنونات اللي بتبقى جوه الإنسان، إن أنا أروح على نفسي أو ألطف على نفسي من الأشياء اللي عاملة عبء داخل النفس البشرية. هتروح على نفسك بإيه؟ أو مثلا أقدر أروح على نفسي بإيه؟ من خلال ايه؟ من خلال الاعمال المسرحيه. ان الانسان لما يكون عنده ضغوط او عنده مشاكل او عنده مكنونات وحاجات ضاغطه على حياته، يبتدي ان هو يعبر عن الحاجه اللي جواه من خلال عمل فني، يستغل الطاقه اللي جواه سواء طاقه سلبيه
طاقة سيئة في إظهار حاجة ألطف، إن هو يغني، إن هو يعمل عمل مسرح، إن هو يعمل فن تشكيلي، يرسم، إنه يعمل تصوير، إنه يعمل مثلا يكتب، يقول شعر. كل ده بيعمل ترويح وبيعمل تلطيف على النفس، بيخرج المكنونات اللي جواه وبيخرج الأحاسيس السلبية اللي جواه في عمل فني إيجابي، سواء عمل فني مثلا من الفنون البصرية أو من الفنون التشكيلية، أو يطلع فن إيقاعي أو غنائي أو أيا كان نوع الفن. فهو بيقول لك هو الترويح والتعبير الإبداعي من الفنان لدى المجتمع، ان هو بيعبر بشكل جيد وبشكل جميل وبيروح على نفسه وبيلطف على نفسه من خلال اعمال فنيه جديده وجميله. فهي دي الوظيفه الروحيه، الترويح والتلطيف على النفس البشريه والخروج عن مكنونات الحياه وقسوتها. نيجي للوظيفه الاجتماعيه. الوظيفة الاجتماعية من اسمها، كلمة اجتماعية تعني تجميع وتقريب، تجميع وتقريب مشاعر ووجدانات فئة بشرية معينة على شيء واحد. بمعنى يجي مثلا مجموعة من الناس يجتمعوا على مشاهدة برنامج في التلفزيون، يجتمعوا على ان هم ناس كتير او فئة كبيرة من الناس تزور مسرح، تزور مهرجان، تزور متحف، تزور مكان تستفيد منه بشكل فني. فانا كده جمعت وعملت تقريب للوجدانات على اعمال فنية معينة، فانا كده اديت او عملت وظيفة اجتماعية من خلال التجميع وتقريب وجدانات مشاعر الناس على وحدة ورأي مستنير وعمل فني جيد، زي ما قلنا برنامج تلفزيون، مسرح، زيارة معرض فني، سوق دولي، مهرجان، أيا كان العمل الفني اللي بعمل عليه تقريب وتجميع وجدانات البشر من خلال الوظيفة الاجتماعية. نيجي للوظيفة الثقافية. الوظيفة الثقافية المقصود بيها إن كل فصل دراسي في الصف أو في الفصول الدراسية في كل مادة وعلى هدف واحد كلهم بيدرسوه، عشان أوجه الوجدانات للطلبة دول تجاه موضوع معين. بمعنى إحنا عندنا مثلا الطلبة في الفترة بتاعة حرب أكتوبر، أبتدي إن أنا أجي أوجه الطلبة دول إن هم يعملوا مثلا عمل فني عن حرب أكتوبر، فبالتالي أبتدي إن أنا بوجه ثقافة. الثقافة دي إيه؟ إن هم يعرفوا معلومات عن حرب أكتوبر وعن الانتصار اللي حصل في حرب أكتوبر والأدوات اللي استخدمت، وأبتدي أعرف الطالب بالتاريخ بتاع الفترة دي، أبتدي إن أنا أوجهه اتجاه عمل فني معين. فبالتالي ده كل ده في كل الدولة، يعني في كل مكان في الدولة في كل صف من الصفوف بيدرسوا الحاجة دي علشان يتوجهوا اتجاه حاجة معينة. آخر حاجة الوظيفة الدعائية. الوظيفة الدعائية طبعا احنا عارفين ان ازدهار الدول و ازدهار الدول وكسادها بيجي من التجارة. طب التجارة دي هبتدي ان انا ارتقي بيها من خلال الاعلانات ومن خلال رواج الاعلانات ومن خلال العمل الفني اللي انا بعبر بيه عن الاعلان دوت من في الماركة المسجلة. طبعا كل ده بيأثر لي على الاعلانات وعلى العمل الفني او التصميم اللي بيتعمل من خلال الاعلان ومن خلال اظهار الماركة المسجلة، لان احنا عارفين ان الماركة المسجلة بتبقى تحمل سمات عالية جدا للمنتج، وبالتالي بتشير الينا ونشير اليه زي ما يقال، وبتخلي الإنسان يشتري المنتج وهو واثق فيه، غير لما يكون المنتج ملوش ماركة مسجلة. طبعا احنا عارفين ان رمز الماركة المسجلة اللي هو حرف الآر بداخل دايرة، فهو تصميم صغير مشمول بجانب لوني او محاط بإطار وملون. طبعا كل ده بيأثر على المجتمع من خلال الأربع وظائف دول. الجزء الخاص بالفن التشكيلي طبعا ده كان جزء مش كبير، نتعرف عليه ونذاكره كويس قوي تاني، الفن التشكيلي والفنان التشكيلي، والجزء الخاص بإثراء القيم والمفاهيم الجمالية لدى المجتمع والوظائف الخاصة بالفن المعاصر.
دي كانت حلقتي النهاردة. نحاول ان احنا نذاكر، ولو في اي حاجة مش مفهومة او اي سؤال نبعته على صفحة التعليم الفني. اجتهدوا فلكل مجتهد نصيب، وهذا وعد ربي ان الله يجزي المحسنين احسانا ولا يضيع اجر من احسن عمله. تحياتي ليكم، والى اللقاء في حلقة جديدة ان شاء الله.